للعم إبراهيم أمنية مقدسة تتأجل عاما بعد عام في زمن الحرب التي أرهقت اليمنيين وحطمت آمالهم. حنين وغصة تخنقه وهو يشاهد من بيته الحجيجة يصلون أفواجا إلى الحرم المكي لأداء فريضة الحج، شوق يتقد وحلم يبقى حبيس أضلعه. للأسف أصبح الحج هذه الأيام بدل من فريضة أصبح عبء، وذلك بسبب الإعاقات التي لن نقول المنع وإنما إعاقات ظروف الحرب التي تمر بها بلادنا أو البلدان العربية الأخرى، غلاء تكاليف الحج. فمن غير المعقول أن يتحول الحج من فريضة، من خدمة مقدسة كانوا يتفاخر بها العرب حتى في أيام الجاهلية، كانوا يتفاخروا من يخدم الحجاج، أحدهم يسقي الحجاج والآخر يطعم الحجاج وآخر يذبح لهم وآخر، واليوم تتحول فريضة الحج إلى سياحة دينية بالمفهوم الجديد، تفرض عليها جباية رسوم أكبر وأكبر تعيق المسلم عن أداء هذه الفريضة. موانع وعراقيل أصابت السياحة الدينية بمقتل. هذا المكتب كان سابقا في مثل هذه الأيام مزدحما على آخره لكثرة العازمين على السفر إلى الأراضي المقدسة، ولكن اليوم اختلفت الأحوال. موضوع موسم الحج هذا يعني موضوع يتكرر كل عام، وسنة بعد سنة تزداد المأساة فيه بسبب المشكلة المتفاقمة عام بعد عام. يعني في السابق كانت في شروط مجحفة وكان في برضه ارتفاع في الأسعار، بس الآن يعني صاحب ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار أشياء ثانية، يعني هي الحرب، مشكلة الحرب والنزوح ما إلى ذلك. فأصبح في الشيخ أو كبير السن اللي يشتي حق محتاج إنه يكون في معه شاب عشان يروح، وهذه أمور تعمل تخوف بالنسبة لدول الخليج، يعني السعودية بشكل عام، لأنه مشكلة النزوح والهروب من اليمن والخروج منه. سطوة قاسية تفرضها سنوات الحرب التي تطول وتطول على عامة الناس، وما تأثر السياحة الدينية إلا جزء من المعاناة في ظل الحصار ومضاعفات الصراعات المختلفة التي توالت على هذا البلد. تتأجل أحلام الكثيرين بالحج حتى تنفرج الغمة فتعلو التلبية على قعقعات المدافع والرصاص، فرج ينتظره الناس بفارغ الصبر وسط ترقب ومتابعة لحوارات الفرقاء دون ملامح تذكر للخلاص حتى اللحظة. لليوم على الحرة من صنعاء، عمر الورفي.